أنا يمكن من قبل عمري، يعني من أوائل عمري، ابتديت أبحث في دار كتب ودار وثائق ودار محفوظات وأرشيف الشهر العقاري، ثم انتقلت بعد كده للعيش وانتقلت لدول أخرى في المغرب وفي الحجاز وهو بحثا عن أمهات المصادر والتوثيق والكتابة والتأريخ في هذا العلم. فنرجع إذن المسألة كيفية التحقيق اللي سألت السؤال. هنا لابد من الإنسان، مثل الإنسان العادي، يعني يمكن بيتكلم الإخوان الجمهور أو المستمعين، بتقعد أول حاجة لازم يبقى لديه موروث. الموروث بيبقى صكوك أو حجج أو أوراق في المكتبات الخاصة لديهم، دي بتبقى عامل لبداية التعامل مع الموضوع. يبقى فيه تواتر واستفاضة من المحيط حوله، مثلا إنسان في طنطا أو في جنة في الصعيد بمعروفة الأسر دي شريفة، بالأسر القبائل اللي حولها القبيلة دي أو الأسر دي شريفة، تفاضوا إذن العلماء وجدوا الاستفاضة والشهرة إحدى قرائن إثبات علم النسب، لكن بيعوتها مثلا مزيد من الصكوك، مزيد من المشجرات النسبية، المؤرخين ماذا تكلمت عن هذه الأسرة أو هذه القبيلة، ثم بعد كده يبتدي البحث بشكل شخصي كأسرة بتنحدر. لابد أني يعني يكون لديه موروث. النسب ما بيجيش أصلي، ده متسلسل 1400 سنة تقريبا يا فندم، من عهد من سواء من نسل الإمام الحسن أو نسل الإمام الحسين. هنا طبعا الشرف بيطلق من بداية العهد الفاطمي تقريبا من القرن الثالث الهجري أو بعده، كان الشرف عادة قال أشراف العرب. ودي في مؤلفات فيها زي البلازري كتاب أنساب الأشراف. بعد كده انتقل للأشراف اللي زي ما قلنا قريش هم أشراف العرب اللي ربنا اصطفاه. ثم بعد كده بني هاشم ذرية أهل الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفوا أكثر، ثم ذرية الحسن والحسين في العهد الفاطمي قصروا تعريف مصطلح الشرف على ذرية الحسن والحسين. لكن طبعا كان بني هاشم كلهم زي جعفر ابن أبي طالب اللي هم الجعفريين، عقيل ابن أبي طالب العقيليين، كذا كذا في الأربع فروع الرئيسية. في العهد الفاطمي قصروا لفظ الشرف، إذا ما أطلق كلمة شريف على شخص فمعناه بينحدر للنسل الإمام الحسن أو الإمام الحسين. طبعا نزح كثير منهم مصر منذ الدولة الطولونية والإخشيدية، نزح كثير منهم، وأنا عندي كتاب يمكن يعني منشور حاليا مش دعاية الكتاب يا فندم، دي مش دعاية الكتاب، لكن ده اسمه الأصول في من نزل مصر من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبت ووثقت أمهات المصادر النسبية اللي وثقت من دخل مصر من ذرية الرسول منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن الـ 12 الهجري.